المباراة ما كان سهلة مع فريق منظم، فريق اللي كيعتمد على لي كونت. فعلا درنا حنا المباراة تاعنا. الشوط الأول نقدر نقول جا هدف ضد نظرة اللاعب، وخطأ منا في وسط الميدان اللي خدنا كونتر اتاك وجعل لنا إصابة نقول ساذجة. رغم ذلك كنعترف بأن فريق الحسنية فريق كان منظم داخل التيران من الناحية الدفاعية. الشوط الثاني بدلنا السيستم جو وضغطنا ونظمنا الميلو تيرا وخدينا جميع الكواري، ولكن غابت اللمسه الاخيره وكنعرفو وشلنا حتى بقات نقدر نقول 30 سكوند وجاتنا ضربه خطا جانبيه اللي كنا نستافدو منها الا بقات رجع كونتر اتاك للفريق ديال حسين تاكدير كي قتل المباراه. على العموم كنقول بان الى حيت المباراه ديال السوال والمباراه ديال تيطوان مكنستحقوش نخسروها، المباراه ديال اليوم على الاقل نخرجو بالتعادل فعندنا صفر نقطة، ولكن يمكن لي نحتفظ بالمجهود والروندمون ديال اللاعبين اللي كيخصنا نقلبوا على ديك اللمسة الأخيرة وعلى لا شونس. كذلك ما نساوش بدينا بداية نقدر نقول كارثية من ناحية الأعطاب اللي عندنا، عندنا سبعة ديال الأعطاب وديال اللي هما كيشكلوا العمود الفقري والانتدابات اللي كنا حنا درنا ولا غادي نعتمدوا عليها. هذا بالنسبة لي أنا، فمازال تابعنا عمان، مازال إن شاء الله هاد دو سومين اللي غادي توقف البطولة يمكننا ريكوبيريو دي جوار اللي مصابين، وكذلك نرموا بعض الصفوف ونغيروا من طريقة حتى من طريقة اللاعبين. بغيت تبداو الشتاج شي جميل أنك تشوف الملعب بالجمهور هذا. إيش كي فايز أجينتي سي إيموسيونا كادا جو؟ بالنسبة لي الأشياء اللي كتزيدنا حماس،
e ficar mais apaixonado pelo futebol. Com relação ao jogo, foi um jogo muito disputado. Sabíamos que ia encontrar uma pressão muito grande. Conseguimos atingir o nosso objetivo, que era fazer o gol logo no início do jogo. Sabíamos que eles iam se abrir. É sempre difícil quando você toma um gol no início do jogo. A equipe acaba deixando espaço, criando espaço. E foi o que aconteceu. Duas ou três oportunidades nós conseguimos fazer dois gols. Parabenizar meus jogadores pela luta. Nós sabemos que estamos ainda abaixo do que eles podem render. Mas eles estão sendo muito corajosos, muito disciplinados. E do dia a dia temos trabalhado muito forte. Então acho que a nossa primeira meta foi atingida. Terminando essa primeira fase. Entre os quatro primeiros colocados. E parabenizar a nossa torcida que veio de longe para apoiar aqui. A cada dia que passa a gente fica mais feliz de ver o torcedor apoiando. Isso que motiva mais a gente a trabalhar no futebol. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.